بعد صلاتي الظهر والجنازة وفي موكب جنائزي مهيب، جرت مراسم تشييع جثمان الدبلوماسي ووزير الاتصال الأسبق محمد العربي المساري. جثمان الراحل وثر بمقبرة الشهداء بالعاصمة بحضور أعضاء من الحكومة وشخصيات مدنية وعسكرية وبعض زعماء الأحزاب السياسية، إلى جانب حشد كبير من أصدقائه وأفراد أسرته. دائما كيعطينا المثال هكا، ربنا ربا اختي ربا خاي ربا نيانا، وهذه هي هذا هو اللي عطانا في حياتنا، عطانا المثال اللي نتبعوه واللي نحاولوه نقلدوه باش نخدموا الناس اللي حولنا والوطن والمجتمع. كان رجل حكيم، كان رجل وطني، كان يدافع عن العدالة الاجتماعية، مات وهو لا زال يدافع عن استكمال الوحدة الترابية وخصوصا سبتة ومليلية وجزر الجعفرية. الخسارة فادحة ولوز كبير في رجل كبير هرب من أهرام الصحافة المغربية، نقيب صحفيين كل الأجيال. هذا رجل لم تغيره المناصب، بل بالعكس هو الذي أعطى المناصب قيمة كبيرة لا كوزير اتصال ولا كسفير. محمد العربي المساري الذي وافته المنية بالرباط عن عمر يناهز 79 عاما، ولد بتطوان سنة 1936. مساره الصحفي بدأه بالإذاعة الوطنية سنة 1958 قبل أن يلتحق بجريدة العلم ليصبح مديرا لها عام 1982. وفي 1965 التحق بالمجلس الوطني لحزب الاستقلال، ثم انتخب عضوا في اللجنة المركزية قبل أن يتم انتخابه في العام 1974 عضوا في اللجنة التنفيذية للحزب. سي محمد العربي المساري كان بالنسبة إلي رمز النضال السياسي والالتزام الفكري، وكذلك كان إعلامي غيور على ساحة الإعلام. من رموز محطات كبيرة في المغرب، في الحياة السياسية، في الحياة الثقافية، في الحياة الإعلامية، في الحياة الدبلوماسية، في الحياة كذلك بالنسبة للقضية الوطنية. الراحل الذي شغل منصب كاتب عام اتحاد كتاب المغرب لثلاث ولايات عين سفيرا بالبرازيل من 1985 إلى 1991. بعد ذلك بسبع سنوات أسندت له حقيبة وزارة الاتصال في حكومة التناوب من مارس من العام 1998 إلى شتنبر من العام 2000. أيضا نشر الراحل العديد من المؤلفات.